صفاتنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والتحديات رائعة في هذا الصباح مع هذا الانطلاق المثيرة. الشوط الخامس تمت انطلاقته منذ لحظات، وهو شوط خاص بالحجاج الأبكار. ننطلق بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى لمحة، أرى لمحة من انطلقت بناموس هذا الشوط. عبد الله بن عتيج بن عبيد الرمهذي من يتابع انطلاقة لمحة. المركز الثاني، التحدي من الشاهينية لعبد الله بن خليفة بن عنتر الغفضي. نتابع المركز الثالث، وأرى التحديات من حكمة لحميد بن سالم بن قوبع المنصوري. بينما انطلقنا مع المركز الرابع، بأرى التحدي أيضا من الوارية لسعيد لراشد بن سعيد بن علي الزرعي، متابعا لانطلاقه الواريه مع المركز الرابع. الدور دور المركز الخامس، والتحدي المثير من نهب لمحمد بن مسعود بن قوبع المنصوري، ولكن ينخطف المركز الخامس من متعبه لعوض بن محمد بن سالم السبوسي اللي انطلق ايضا مع متعبه مع المركز الخامس. هذه التحديات، هذه الانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع الصداره، نتابع بدايه هذا الشوط مع اشراق صباحي هذا اليوم مع هذا التحدي المثير بهذه المكرمة الغالية على قلوب الجميع. مكرمة الفريق الأول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودعم المستمر لإحياء هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. نتابع لمحة على رأس الحرب تقود المجموعة، هو عبد الله بن عتيج بن عبيد الرميثي من يتابع انطلاقة لمحة. المركز الثاني الشاهينية لعبد الله بن خليفة بن عنتر الغفري، ومتعبه من الجانب الاخر بشعار عوض بن محمد بن سالم السبوسي من يتابع انطلاقة متعبة اللي بدت تتسلل مع المركز الثالث. القدوم من سيده لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي من يتابع انطلاقة سيده اللي انطلقت بدورها مع المركز الثالث. عين على الصدارة، عين على مقدمة هذا الشوط، ومع المركز الخامس. المركز الخامس حكمة لحميد بن سالم بن قوبع المنصوري. التحديات مثيرة، والتغيير الذي طرى وجرى مشاهدينا متابعينا الكرام على مقدمة هذا الشوط. أرهني سيدة تتسيد أيضا الجموع، وتنطلق بالمقدمة والشعار سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي من يتابع انطلاق السيدة اللي اندفعت بالصدارة، اندفعت بالمقدمة، باعدت المسافة مع هذا التحدي المثير، مع هذا الانطلاق الجميل الشاهدية مع المركز الثاني عبد الله بن خليفة بن عنتر الغفلي. وارهني حكمة مع المركز الثالث لحميد بن سالم بن قوبع المنصوري. نتابع المركز الرابع والقدوم مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع كازان من تتسلل مع المركز الرابع لطناف بن راشد بن محمد القايدي. يا سلام، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن نعود مع الصدارة، مع الكوكبة الثلاثية، مع الكوكبة الثلاثية سيدة على المقدمة، سيدة على رأس الحربة، والتحديات أيضا مع الشاهنية مع المركز الثاني، والقدوم من حكمة لحميد بن سالم بن قوبع المنصوري. اللحظات الأخيرة صدرت الأوامر، سيدة من تتسيد هذه الجموع، من تنطلق بالصدارة، تنطلق بالمقدمة. سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي أطلق العنان للسيدة، باعدت المسافة. سلام يا جميرة سلام، اسعدت صباحا مع هذا الأداء المتميز، مع هذا الانفراد الرائع اللي تقدمه سيدة وهي تنفرد بناموس هذا الشوط. تهانينا من الأعماق لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي على فوز سيدة بالمركز الأول. وسلام يا جميرة سلام، يا جميرة سلام مع هذا التحدي المثير اللي قدمته سيدة والعرض الرائع. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام لعبدالله بن خليفة بن عنتر. المركز الثالث لحميد بن سالم بن قوبع. المركز الرابع تصل فيها ميران لعبيد بن سعيد بن منانة. المركز الخامس الوارية لمحمد بن سعيد بن منانة. هذه النتيجة، نعود بالتهنئة لسعيد بن خليفة بن رشيد على فوز سيدة بالمركز الأول. تقطع المسافة.